زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم إننا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، في رواية تذكركم الموت. هذا الغاية من زيارة القبور، أن الإنسان وجبور صغيمث ويجنس نغزي العائلة نس نغزي الأسرة نس نغزي الصديق نس عادي غير رحم ضرع. هذا هو الإشكال إذا توقع الشيء أرحم من موت حد عادي غير مضرع ذي الجروب ني ذي المشهد ني ماري وذن حظا خص الإنسان إذا خضع جنها مثلا يخفنس بينه وبين ربه، لأنه لا بد دي سجنها تقيم تشك واحد جديد، فلا بد الزيس لا بد من هذه الحقيقة تقيم ذي جنها ذي ني وحدش شيء تأم أبيت كي شاح ماري وذن ماري بدو كريسن ماري فاميلية اش ساسن قنضر اش دار نشار اش جن وحش. تخيل هذا المشهد المرعب المخيف المهول، اين تركوك؟ تحت التراب، تحت التراب سدوشا وجي جيش ابن المرض يوفغس في طاعة نسأل الله ان يديم علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية، يتغي ما وحد ذي ربي تنقماني غير كيس جرين تقنير وحد ذي نفقد الأحباب قارسي، وما يجي مدوك النكت والتزراء وما يجي الأحباء الأعزاء. مثال بسيط أقصد الدنيا فوت الشاع كشي غاك تليفون الزاتاج غاك تبوذات تليفزيون غاك تساورد إذي هوا ذي نيجن حاش الله سدو شار وضعوك فتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولا ينفعك اليوم إلا عملك مع الحي الذي لا يموت، في هذا المشهد الرهيب. فلذا الإنسان اللي يحاول يجنع يعني مش أن يترقق القلوب الذي تشكل القلب نسقاسي يقسح الإيمان يضعف يموت، إما ذي راح ذي جن زيارة القبور، وإما ذي راح المستشفيات ذي راح غسبيطة مثلا يزاري ميرش باش ذي سنع من الصحة أو ذي ديجة العافية ديجة يوذن قتمت تنصرح ريق شي رضان نسي أرفع شيق العمل يخور شيق عمل يكسيزي شيق سيزج كوريج مين ديس شكقش معافى ثقوات جاي وذن عافية نعمة العافية وتنتسنا الحما نفقديت من أمر القصص غضي غمستي قارز وذني ور حرق كتازر حرق انت غمست فالمستشفيات من يزار بن يوذن دي مهراش يتفض سني قارز الحمد لله يا رب تقعدس الإيمان القلب نسي يتحرك يقرص غزاي الغفلة ينتعش. كذلك القبر فإنها تذكركم الموت ذي رواية في الآخرة، في رواية أتذكر خمي غضا حد واحد اشتقاسه ومين تقوى نهار يتغيس غذا يدي غسي في نسادو شر نهار قيس نجو شر يلا أتحاسب دا نفس الشنش مليح تحت غيش من درمني يحفظ استغزاء. هذا هو بيتك، هذا هو بيتك الذي ينتظرنا جميعا لا محالته. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر بكى بكاء مريرا، فقيل له يا عثمان تذكرنا بالجنة والنار ولا تبكي كبكائك وأنت واقف على هذا القبر. ممش ونفهم يا عثمان تذكرنا تقدر الدرس تذكرنا الجنة والنار والتروث شا ممش التروث خمي تبدأ تغندر من ما تبدأ نزريش تبدأ تغندر التروث بكاء مريرا تون الطاس حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. ذو النورين وما أدراك ما عثمان بن العفان ثالث الخلفاء الراشدين، فقال رضي الله عنه وأرضاه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة. القبر أول ثداث غيث بن أمزيث وذرين من الآخرة ذنظرنش ناقش ثداث. بالله علينا وعليكم بيوتنا كيف هي مزخرفة تذري النغمش تنار بنا مخمني تخصدق هذه بنا ثداث يتقيج الحرص شديد، مع أنه سبحان الله كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا البناء كما قال عليه الصلاة والسلام. تحرص تسقع ذي بلان بمشانسا تقفيني سوي الصباح ها خزاد آخر مني جاني تنظن ذي السوق ذي الزليج ذي ثورة ذي قامة رمايو أرواق ماني إني ما شاء الله تقيت اللهم بارك من أمخميتة في غذات
كأنه يرى شيئا كأنه في الجنة. سبحان الله ينظرني شي ترجم من دس سوشت قعواني تنات السعدون شحال يصغى السعدون 30 40 50 سنة مش هذي السمح لي هذا الدعث هتحض غيش انت الدعث وذي سواله لا ثفوت لا يمن لا ركواسي لا ملطا لا قمة لا يعرض لا والو إلا العمل مش الصالح إن كان صالحا يضيء عنك القبر مما يوسع عنك هذا القبر ثم تلبس من لباس الجنة فينا النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح لك باب إلى الجنة إن شاء الله تعالى تسجن السلسلة بإذن الله ختيري بإذن الله تبارك وتعالى مستقبلا أن سير قمني ماذا بعد الموت لأننا نرى كثير من الناس الآن طلع علينا كثير من الذين يدعون العلم يقولون لماذا تخوفون الناس بعذاب القبر ونعيمه ليس هناك عذاب ولا نعيم في القبر والعياذ بالله ينكرون عذاب القبر ونعيمه فلذا نضطر ضرورا باش السورس اللسان يثما غنغذ فهما إن من دغي تراجعا بعد الموت إذا عاو السن قراس الخوبنا من موت غير الصافية أرلي يوم القيامة من ديني من شي تراجع الحساب لأن ثلاثة تذرنا تكذ لا معالته يقابل القيم الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة سميت بالآخرة لأنها آخر الدور إذا غيقم بنمثل التنقارة الآخرة إما جنة وإما نار ذي نغان استقر ولكن نخوق نغذي دار الدنيا تمثل تعرض دار البرزخ البرزخ كانت القبر مين دين القنظر خسن سليلة دنفاق ذي القنظر التفاقب ستعاد إليك الروح وأنت تحت التراب ويأتيك ملكان يسألانك أش سقسان من يخسن إن شاء الله تعالى خسن حلقات خاصة بإذن الله ماذا بعد